هذا وأكد السيد عادل بن عبد الرحمن العاسومي رئيس البرلمان العربي بأن دعم العمل الخيري والإنساني يعد ركنا أصيلا من أركان مملكة البحرين، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأضاف العاسومي أن الدعم الذي يليه جلالته للمؤسسات العمل الخيري والتي يأتي على رأسها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتي أضحت نموذجا رائدا عربيا وإقليميا ودوليا بما قدمته من مساعدات إنسانية عاجلة للعديد من بلدان العالم. وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري أعرب العاسومي عن فخره واعتزازه بهذه التجربة الرائدة لمملكة البحرين في دعم العمل الخيري، مثمنا جهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما أشاد بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي تساهم بشكل حثيث في تنفيذ الرؤية الملكية السامية على أرض الواقع.